بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نتحدث اليوم عن الفسيولوجيا المرضية لاعتلال الشبكية للمبتسرين وأطوار عامل نمو بطانة الأوعية الدموية. هو الاعتلال الشبكية للمبتسرين هو أحد أمراض التكاثر الوعائي الشبكي، وهو سبب رئيسي للعمى في الأطفال في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، على الرغم من أن العلاج الاكتفاسي للشبكية يقلل من حدوث العمى بنسبة 25% في مراحل المرض المتأخرة، ولكن تبقى النتائج البصرية بعد العلاج ضعيفة، ومن ثم فإن العلاج الوقائي لاعتلال الشبكية للمبتسرين هو المفضل. ومن ثم يتوجب فهم ماهية حدوث المرض. وكما نعلم جميعاً أن الإمداد الدموي للشبكية يأتي من كل من الدورة الدموية المشيمية والدورة الشبكية، حيث تكتمل الدورة الدموية المشيمية قبل الأسبوع العشرين من الحمل. وفي تلك الأوقات تبدأ الدورة الدموية الشبكية في نمو الأوعية الدموية من العصب البصري إلى أطراف الشبكية، وهي المتورطة في حدوث اعتلال الشبكية. وهذا المخطط يشرح كيفية نمو الأوعية الدموية داخل الرحم، حيث تبدأ الأوعية الدموية الشبكية في النمو من العصب البصري إلى الأطراف. وكلما نمت الألياف العصبية للشبكية أمام الأوعية الدموية، يحدث زيادة للأكسجين، وهذا يخلق نقص أكسجين محدد ويزيد إنتاج عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، وتبدأ الأوعية الدموية في النمو. وعندما تمنح هذه الأوعية الدموية الأكسجين اللازم، يتوقف إنتاج عامل نمو بطانة الأوعية الدموية وتنتقل الموجة إلى الأمام. وهناك نظريتان لحدوث اعتلال الشبكية للمبتسرين: النظرية الكلاسيكية لزيادة الأكسجة، ونظرية الخلايا المغزلية. وهذا المرض يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى، عندما يولد الطفل المبتسر يتوقف نمو الأوعية الدموية للشبكية المفترض حدوثها داخل رحم الأم. وفي المرحلة الثانية، مع نمو الطفل المبتسر، الأجزاء من الشبكية التي لم تصل إليها الأوعية الدموية يزيد بها التمثيل الغذائي وتعاني من نقص الأكسجة، مما يؤدي إلى نمو أوعية دموية مستجدة في الشبكية. وهذه الأوعية الدموية المستجدة هي المدمرة للشبكية والمسؤولة عن جميع المضاعفات. وسوف نتحدث الآن عن العوامل المختلفة المسؤولة عن اعتلال الشبكية، وأهمهم طبعا عامل نمو بطانة الأوعية الدموية وعامل النمو مثل الإنسولين وهرمون النمو. مبدئيا، عامل نمو بطانة الأوعية الدموية في المرحلة الأولى من المرض زيادة الأكسجة نتيجة الأكسجين التكميلي توقف نمو الأوعية الدموية الطبيعية بالشبكية، ومع نقص الأكسجين يزيد إنتاج هذا العامل، عامل نمو بطانة الأوعية الدموية المسبب لوجود الأوعية الدموية المستحدثة بالشبكية. وعلى الرغم من التحكم في الأكسجين التكميلي، يستمر المرض في الحدوث، وهذا يرجح وجود عوامل أخرى ترجع إلى الخداج نفسه، فهو مرض متعدد الأسباب. أما بالنسبة لهرمون النمو وهرمون النمو مثل الإنسولين، في المرحلة الأولى من المرض تقل معدلات هرمون النمو مثل الإنسولين نتيجة فقدان تلك التي توفرها المشيمة وسائل الأمنيوسي. كما هناك عوامل أخرى تقلل من معدلات عامل النمو مثل الإنسولين، كنقص التغذية، التلوث، الحماض. وعامل نمو مثل الانسولين مهم جدا لنمو الاوعيه الدمويه الطبيعيه بالشبكيه، وهو يحفز من تنشيط عامل نمو بطانه الاوعيه الدمويه. اما في المرحله الثانيه من المرض، تبدا معدلات عامل نمو مثل الانسولين في الزياده، وتسمح حتى تصل الى المعدلات الكافيه لتنشيط عامل نمو بطانه الاوعيه الدمويه، فهي تعتبر من العوامل غير نقص الأكسجة المسؤولة عن حدوث اعتلال الشبكية للمبتسرين. وهذا المخطط يشرح دور العوامل المختلفة في المراحل المختلفة للمرض. ففي داخل الأم لنمو أوعية دموية طبيعية بالشبكية لابد من وجود معدلات طبيعية لكل العاملين. عندما يولد الطفل المبتسر يتوقف نمو الأوعية الدموية الطبيعية نتيجة نقص معدلات كل من العاملين. مع نمو الشبكية تبدأ ونقص الأكسجة المحدد، تبدأ معدلات عامل نمو بطانة الأوعية الدموية في الزيادة، وهناك زيادة ويصحبها زيادة بطيئة في معدلات عامل نمو مثل الإنسولين. وعندما يصل عامل نمو مثل الإنسولين إلى القدر الكافي
لتنشيط عامل نمو بطانه الاوعيه الدمويه، هذا يؤدي الى وجود الاوعيه الدمويه المستحدثه بالشبكيه المسؤوله عن جميع المضاعفات. وبالنسبه للعوامل الاخرى فهناك يعني دليل قوي على وجود استعداد وراثي لحدوث اعتلال الشبكيه للمكتثرين، مثل الاختلافات العرقيه، نسبه الحدوث العاليه بين الطوائم المتطابقه. ولكن حتى الان لم يتم تحديد جين معين مرتبط بحدوث اعتلال الشبكيه حتى الان. بالنسبه للتطبيقات الاكلينيكيه، التوقيت المناسب للتدخل غايه في الاهميه، فالتثبيت المبكر بعد الولادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية يؤثر على النمو الطبيعي للأوعية الدموية ويؤدي لحدوث المرض. على الجانب الآخر، تثبيته في المرحلة الثانية ربما يمنع الأوعية الدموية المستجدة المدمرة للشبكية، فبالتالي التوقيت غاية في الأهمية. التطبيق الثاني من يعني مراقبة الأكسجين التكميلي للخدش بعناية، لابد من مراقبة الأكسجين التكميلي للخدش بعناية. فعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات المعاشية تقارن المعدلات المرجوة لتشبع الأكسجين، تبقى المعدلات المثالية محل جدل. من أيضا التطبيقات الإكلينيكية المهمة هي نماذج التنبؤ بالخطر. فاليوم معايير المسح المعمول بها عند الولادة هو عمر الحمل والوزن عند الولادة، دي معايير المسح المعمول بها بالنسبة لمرض اعتلال الشبكية المكتثرين. ولكن الرضيع الخدير للغاية هو أيضا هش للغاية، هو أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية، وعملية الفحص مؤلمة جدا ومجهدة. فهذه النماذج أدخلت عوامل أخرى كمعدل اكتساب الوزن لتقليل عدد مرات الفحص الغير ضرورية. فالوان راب ده هو أداة مستخدمة عن طريق الإنترنت، تم استحداثه في جوتنبرغ بسويد، بيعتمد على القياس الأسبوعي للوزن، الوزن الرضيع، ويعطي إنذار بأن الرضيع الخديج عرضة لخطر الإصابة باعتلال الشبكية المكتثرين المهدد للبصر. وربما في المستقبل القريب نتمكن من استحداث أو استبدال الفسيولوجي لعامل النمو مثل الإنسولين بمعدلات كما في الرحم، ربما هذا يمنع المرض عن طريق السماح للنمو الطبيعي للأوعية الدموية. ربما نستطيع الوصول إلى استخدام مواد تسمح بالنمو الطبيعي للأوعية الدموية بدون أوعية دموية مستحدثة. نأمل في هذا إن شاء الله، وشكرا جزيلا.